أهلا بحضراتكم في رحاب المركز القومي للبحوث، أكبر مركز للبحث العلمي في مصر والشرق الأوسط. أنا الدكتورة هناء حسين عبد الباقي، أستاذ الكيمياء الحيوية النباتية بالمركز القومي للبحوث. قصتي مع الطحالب قصة طويلة، من أول الماجستير للدكتوراه. بعتبرها مش الشغل بتاعي، بعتبرها الهواية بتاعتي. في الحقيقة أنا بشتغل على حاجة اسمها الطحالب أو الألجي. معظم مجتمعنا بقى يعرف عن حاجة اسمها الطحالب والأهمية بتاعتها. هي برضو بصفة يعني بصورة بسيطة، هي عبارة عن الريم الأخضر الموجود في الشواطئ بتاعتنا. طبعا بما ان مصر جواها معتدل صيف وشتاء، فهي وعندنا ثروة كبيرة من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، فهي الطحالب بتعتبر الكنز بتاعنا والثروة الحقيقية بتاعتنا. الطحالب بتختلف حسب، بيقسموها حسب الألوان بتاعتها، اللون الأخضر واللون الأخضر المزرق. في طحالب بحرية، في طحالب فريش ووتر من النيل، مية عذبة. في الماكرو ألجي اللي احنا بنشوفها كلنا في البحر، في المايكرو ألجي أو الطحالب الدقيقة، ودي حاجة ميكروسكوبية الخلايا بتاعتها صغيرة، ودي يمكن أشهرهم السبايرولينا. معظمنا الإنسان العادي عارف السبايرولينا والفوائد بتاعتها، والحمد لله إن في مصر بقى في مزارع على نطاق تجاري لإنتاج السبايرولينا. ليه الطحالب؟ اولا الطحالب بتتزرع، ما فيش منافسة بينها وبين النباتات الاقتصادية، لا على الارض ولا على مصدر المياه، وبالتالي احنا بنزرعها في المية سواء ويست ووتر او المية المالحة. كمان في الاراضي القحلة، مش محتاجة اراضي خصبة زراعية خصبة، بتنتج لنا الطحالب. الطحالب ديت بنستخدمها في ايه؟ عديد من السلالات، كل سلالة حسب الأهمية بتاعتها الاقتصادية. بننتج منها أبسط حاجة الألوان الطبيعية، بننتج منها بديلة للألوان الصناعية اللي بتؤدي لبعض الأمراض، وأبسطها فقدان الشهية وخاصة الأطفال. لما أنا أنتج مادة طبيعية ملونة آمنة، بل بالعكس إنها بتزود المناعة وبتقي من الأمراض، فدي حاجة جميلة، وخاصة إنها بتمس أطفالنا الصغيرين. كمان في الأوميجا 3 والأوميجا 6 فاتي أسيد، وكلنا بقينا عارفين أهميتهم للحماية من أمراض القلب. كمان في بعض المواد الفعالة اللي ممكن تدخل كأدوية، كمضادات للسرطان ومضادات للفيروسات، وطبعا دي ليها أهمية كبيرة جدا ان انا اخد حاجة طبيعية من مصدر طبيعي. كمان الطحالب ليها دور كبير في الصناعات الغذائية كإضافات غذائية، سواء لألوان، سواء الطحالب ذات نفسها، خلايا الطحالب كمصدر كبير للبروتين والمواد الفعالة اللي موجودة فيها، بتضاف للبسكوتات والكيكة والمكرونة، بنشوف موجودة في بعض الأسواق العالمية، ودلوقتي بقى موجودة في مصر مكرونة باللون الأخضر باللون الأحمر. كمان احنا فصلنا منها بعض الإنزيمات الهامة جدا على المستوى الطبي وعلى المستوى الصناعات الغذائية، كإنزيم الأسباراجينيز، وده ليه دور كبير جدا في تكثيف الفواكه زي التفاح والموز وبعض الفواكه اللي بيتغير لونها سواء أثناء التكثيف على درجات الحرارة العالية، زي البطاطس الشيبسي، بيتكون اللون البراون أو البني دوت. اللون ده عبارة عن الأكريلامايد، وده مادة مسرطنة خطيرة مع المدى الطويل، إن احنا بنتغذى على الحاجات ديت، وخاصة كمان هي مسؤولة عن اللون البني في المخبوزات بتاعتنا المقرمشة اللي احنا بنحبها كلنا. فلما بيضاف الإنزيم ده بيوقف التفاعل بتاع تكوين مادة الأكريلامايد المسرطنة، وبالتالي بتحمينا من الأمراض ومن الأخطار كتيرة.
كمان احنا بنقول انها فيها مصدر عالي من البروتين، وبيتميز البروتين بتاعها اكتر من 60% زي السبايرولينا، بيتميز ان هو صلب البروتين، دايب وسهل الهضم، فبيدخل في الشباب والبادي بيلدينج حاجة طبيعية ناتشرال، بدل للحاجات المصنعة اللي بتسبب لهم بعض الأمراض على المدى الطويل. كمان ممكن نستخدمها في الأعلاف كإضافات للأعلاف. بعض الناس بيسألوني طب الطحالب غالية في الإنتاج بتاعها لما أنا أستخدمها في الأعلاف؟ لا، إحنا بنتبنى فكر البايو ريفاين أو نقول زيرو ويست. أنا هاخد من البايو ماس اللي بينتج عندي الألوان، هاخد منها الزيوت، اللي هيتبقى لي هيتبقى كتلة البروتين هتدخل في صناعة الأعلاف، وبالتالي يبقى التكلفة بتاعتها قلت، وهي بتضاف كإضافات للأعلاف بنسبة لا تزيد عن 5%. كمان ان احنا ممكن ناخد الجزء المتبقي ندخله في الأسمدة الحيوية، والكل دلوقتي معروف الاتجاه نحو الأسمدة الطبيعية أو الحيوية بدل الأسمدة الكيماوية لإنتاج منتج آمن. وكمان زيادة الإنتاج، كمان الأسمدة الحيوية بتاعة الطحالب بتخلينا نتغلب عن الظروف أو التغيرات المناخية الغير السلبية زي درجات الحرارة العالية المرتفعة، بتخلي النباتات مقاومة سواء الأملاح، نسبة الأملاح سواء في التربة أو في المية، فده بيزود مقاومة النباتات للتعرض للظروف المناخية القوية. كمان في مجال الوقود الحيوي، الطحالب بتدخل في مجال انتاج الوقود الحيوي زي البايو ديزل، الزيوت بتاعتها ممكن تستخدم البايو ديزل. كمان بننتج منها سبحان الله في بعض السلالات بتنتج بدل ما تنتج في البناء الضوئي اكسجين بتنتج غاز الهيدروجين، وغاز الهيدروجين هو الصيحة الجديدة وأملنا في الطاقة النظيفة لمستقبل نظيف وبيئة آمنة على أطفالنا وعلينا جميعا. فبتنتج كمان البايو إيثانول من المخلفات بتاعة الطحالب. في الحقيقة الطحالب بتمثل ثروة قومية بتدخل في العديد من الصناعات زي صناعة الأعلاف، الأسمدة، الصناعات الغذائية، بتدخل في صناعات مستحضرات التجميل، والألوان بتاعتها الجميلة اللي بتقي من الشيخوخة ومن شيخوخة البشرة، بتدخل في الماسكات، الكريمات البشرة، بتدخل في الجوانب الطبية والصيدلانية كرو ماتيريال في العديد من المركبات. عندنا كمان البولي ساكرايد المفصولة من الطحالب بديل للجيلاتين الحيواني، بيدخل في الصناعات الدوائية، بيدخل في منتجات معجون الأسنان، بيدخل في الحلويات، فالطحالب بتعتبر لها أهمية كبيرة في كل المجالات. أستاذ دكتور الزناتي عبد المطلب علي أبو النور، أستاذ تغذية النبات بالمركز القومي للبحوث. الحقيقة النهاردة هنتكلم على العملية التسميدية. العملية التسميدية من المعروف أن وزارة الزراعة بتصدر نشرات زراعية فيها توصية عامة. التوصية العامة دي قد تكون كافية لمنطقة وقد تكون غير كافية لمنطقة أخرى وقد تكون زائدة عن الحاجة في مناطق تانية، وبالتالي احنا بنسعى إلى تعميم عمل توصية سمادية متخصصة على المستوى الصغير بحيث ان احنا نقدر نواجه الأمور اللي بتحصل في الزراعة وانخفاض البتدأ. فالتوصية السمادية عبارة عن الأسمدة اللي احنا بنضيفها للنبات علشان يعوض ما يستنزف من التربة نتيجة امتصاصه للعناصر من التربة ونموه. وبالتالي
علينا ان احنا ناخد في الحسبان العناصر الضرورية للنبات من أسمدة عناصر كبرى زي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، والعناصر الثانوية زي الكبريت والمغنيزيوم، والعناصر الصغرى اللي هي زي الحديد والزنك والمنجنيز، اللي ثبت ان التوصية السمادية اللي هي بتتحط على مستوى وزارة الزراعة كانت بتعمل لها زمان نيجليكتنج، دلوقتي الحمد لله الوزارة تداركت ذلك وبقت تحط التوصيات السمادية بتاعت العناصر الصغرى في الحسبان. ويمكن ما كانتش الأول خالص بتحط العناصر الصغرى في الحسبان لعدة أسباب. السبب الأولاني إن كانت علشان الزمان كان المزارع بياخد دعم من الحكومة بحيث زي بطاقة التموين بالظبط، اللي عنده فدان بياخد مثلا شكارة كذا وشكارة كذا وشكارة كذا، فكانت هي الوزارة لو كانت بتحط أسمدة العناصر الصغرى يبقى كان لازم تحطها أدامها بتدعم، يبقى لازم تدعمها هي أخرى، والتكاليف بتاعتها عالية جدا، وبالتالي الأثر بتاع التوصية السمادية دلوقتي لما بتحط فيها أسمدة العناصر الصغرى بنجد إن ليها مردود كبير جدا على النبات وعلى الصحة العامة حتى للبشر. لان حاجه زي الزنك مثلا على سبيل المثال، الزنك دوت له علاقه بالفيرتيليتي، وبالتالي احنا حاولنا ان احنا يعني ندعم الكلام ده، وكان من خلال العناصر مشروع العناصر المغذيه الصغرى وتغذيه ومجال تغذيه النبات في مصر، وده كان مشروع الماني. احنا يمكن لنا الحمد لله السبق في يعني وضع جرس تنبيه على المشكله بتاعه العناصر الصغرى. من ضمن الأسمدة الأخرى اللي احنا بنستخدمها دلوقتي المستخلص بتاع الطحالب. مستخلص الطحالب عالي جدا في السيتوكاينين في الهرمونات في 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 في، وبالتالي واخد بالك برضو المردود بتاعه على الزراعة مردود عالي، وده بيعتبر سماد طبيعي ما بيضرش بل بيفيد. ومن مش الطحالب بس الحقيقة، انما في حاجة تانية اسمها اللي هي الأسمدة الميكروبية زي الفوسفورين. الفوسفورين ده بتبقى عبارة عن بكتيريا بتعمل ديسولفينج للفوسفات اللي موجود في التربة، ومن المعروف ان المزارع بيحط فوسفور كتير جدا في التربة وبالأسف الشديد بيثبت، وبالتالي المخزون بتاع التربة فيها فوسفور كتير جدا، ولكن النبات لا يستطيع ان يستفيد منه، وبالتالي بنستخدم الميكروبات في انها تعمل ديسولفينج او اذابه للفوسفات دوت، وبالتالي بنقلل الاضافه بتاعه الفوسفات الكيماوي. اشياء اخرى بنتعرض ليها دلوقتي مع التغيرات المناخيه اللي موجوده دلوقتي، لازم الناس كلها تحط عينها على يعني بمعنى اصح احنا بندرس الزراعه من جديد مع التغيرات المناخية. المعاد الزراعة اتغير، مسافات الزراعة اتغيرت، الأمور بتاعة الخصوبة بتاعة التربة بتختلف، وبالتالي بنحاول بقدر الإمكان بذل الجهد في عمل توعية ان يا جماعة المعاد اللي انت بتزرع دوت نظرا للتغيرات المناخية بدر شوية او اخر شوية علشان تبقى الامور، لان كل نبات من النباتات له درجة حرارة معينة المفروض ينمو فيها بالنسبة للانبات وبالنسبة للنمو وبالنسبة للماتيوريتي. في التغيرات المناخية يعني الحدث الجلل اللي حصل اليومين اللي فاتوا دول على طول من يوم او اتنين حصلت رياح ودرجة حرارة مرتفعة ادت الى سقوط معظم المحصول المانجا قبل الماتيوريتي بتاعته، وبالتالي ده هيأثر على الانتاجية بتاعة المانجا وخصوصا في محافظة الاسماعيلية اللي هي مشهورة بالمانجا. الحاجة التانية التغذية بتاعتنا، المفروض ان احنا برضو بنواجه مشاكل تانية. احنا دلوقتي بنتجه الى زراعة المناطق ما كانتش بتتزرع زي مناطق في سيناء بتشتهر بانها عالية الملوحة، وبالتالي ما نقدرش بنستفيد منها الاستفادة القصوى. احنا ممكن من خلال التغذية نتغلب على المشاكل بتاعة الملوحة. على سبيل المثال انا ممكن استخدم السماد النيتروجيني في اني اعمل حد من الاثر الضار للملوحه،
ليه؟ النيتروجين مثلا لو استخدمت نترات الكالسيوم، النترات بتشتغل مع الكلوريد في علاقة طبية، كل ما بيزيد النترات كل ما بيقل امتصاص الكلوريد، والكالسيوم له علاقة بالصوديوم، كل برضه ما يزيد الكالسيوم بيحل محل الصوديوم، وبالتالي الأثر الضار بتاع الملوحة بنقلله من خلال عملية التسميد. فالتسميد دلوقتي أصبح فن، زائد إن إحنا بنستخدم دلوقتي برضه من الممكن جدا، دي ده أنا شرفت بإني كنت عضو من أعضاء المشروع مقاومة الملوحة والتصحر، وده كان مشروع ممول من الجانب الأوروبي، كان في 5 دول ممثلة يعني، بنستخدم فيها الهالوفايتس. الهالوفايتس دي نباتات ملحية بتنمو في الأماكن اللي هي شديدة الملوحة، جمعناها زي السليكورنيا والكلام من ده، ودي بتستطيع أن تخلص الأرض من كمية كبيرة جدا من كلوريد الصوديوم، وبالتالي تنظف الارض. الطرق التقليديه زمان كنا بنعمل عمليه جرف للملوحه اللي بتتظهر على التربه والكلام من ده، لا احنا دلوقتي النبات بياخد هو الملوحه من الارض وياخده يرميه. فعملنا من التوصيات اللي احنا طلعنا بيها ان احنا من الممكن جدا ان نعمل ادخال للنباتات الهالوفاتيه ديت في النظام الزراعه، بحيث ان احنا قبل ما نزرع النبات الهالوفيتي، النبات الهالوفيتي بيتخلص جزء من الملوحه، بناخده نركنه ونحط محصول، نزرع المحصول بقى الاقتصادي اللي احنا عايزينه، يكون متحمل شويه للملوحه زي الطماطم زي الشعير زي التدار، بحيث ان في الاخر خالص احنا بننظف الارض بطريقه امنه وطريقه سليمه، و يعني وعلى الله توفيق. الرحمن الرحيم. دكتورة إيمان أحمد إبراهيم، أستاذ الكيمياء الحيوية النباتية بالمركز القومي للبحوث. إحنا بنتكلم النهاردة عن الطحالب البحرية وأهم المركبات الفعالة فيها. المركبات الفعالة الموجودة في الطحالب هي تعتبر الطحالب البحرية، هي تعتبر كنز خفي لأنها بتحتوي على الكثير من المركبات الفعالة، منها العناصر المعدنية وأهمها هو عنصر اليود المهم للجسم. فيها بعض فيها الصبغات المهمة اللي هي تعتبر مضادات للأكسدة القوية جدا، اللي هي بتحفز جهاز المناعة. من ضمن الصبغات اللي أنا اشتغلت عليها هي صبغات الموجودة في الطحالب البنية، وكانت هي صبغة الفايكو زانسين. الصبغة دي صبغة عالية الجودة، فيها مضادات أكسدة عالية جدا، بتعمل مقاومة للأنسولين. استخدمت الصبغة دي كمضافات للأغذية، وكانت منها ضفتها للزبادي، فكانت الصبغة لها فوائد متعددة جدا. أولا كانت مضادة للميكروبات اللي أنا استخدمتها كمادة حافظة في الزبادي، كان ليها بالنسبة لحيوانات التجارب إن هي حسنت من مستويات الجلوكوز اللي موجودة، وحسنت من مستويات الدهون اللي موجودة برضو فيها، عملت على منع سمية بعض الأصباغ الصناعية الموجودة. في العديد من الصبغات اللي موجودة غير صبغة الفيكوزانسين، في الكلوروفيل، في الكاروتينويد، الزانسوفيلات. هذه الصبغات ممكن استخدامها كبدائل للألوان الصناعية لما فيها من فوائد صحية، وبتحفز جهاز المناعة، وقية من بعض الأمراض السرطانية. نسبة الأنتي أوكسيدنت اللي فيها أقوى بكتير جدا من اللي موجودة في النباتات، فهنا بعتبرها أن هي كنز خفي لما فيها من العديد من الفوائد الصحية للإنسان وخاصة الأطفال. في يعني ده من ضمن الحاجات اللي هي الصبغات الموجودة فيها، لكن فيها برضو العديد من المركبات الفينولية، مواد الفلافونويد. كل هذه المركبات بتعتبر بمثابة خط
مناعي، اول ان هو يحافظ على صحة الانسان. بدأوا دلوقتي في العديد من الدول ان هم يستخدموا الطحالب البحرية كمكملات غذائية لمحتواها الغني من الفيتامينات زي B12. في منها في بعض العناصر المهمة جدا للانسان، وخاصة الغدة الدرقية هي صبغة اليود. في عندنا ان هي كمان غنية بالكالسيوم. الطحالب البحرية مصدر غني جدا بالبروتين، فلذلك يمكن استخدامه كأعلاف للحيوانات. ففي العديد من الفوائد المتعددة في استخدامات الطحالب البحرية. فلذلك في كانت محط نظر للعديد من الدول ان هم يبنوا بعض المرافق المائيه للحفاظ عليها واستزراعها والحفاظ على الكميات المناسبه ليها اللي هم هيستخدموها في الصناعه. في يعني احنا مش هو بصدد بس ان هي كمولونات غذائيه، لا هو ممكن يستخدمها كمكملات غذائيه، كيستخدمها كاعلاف للحيوانات لدفعها بنسبه البروتين الموجوده فيها، استخدمها كتسميد للمحاصيل الزراعيه لانها بتعمل زي خط برضو دفاع للنباتات ان هي مقاومه الملوحه وامداد النباتات بالعناصر الصغرى المهمه زي احتوائها على العناصر الكبرى. فهنا اتجاهات الصناعية الكبرى ان هي تستغل النباتات او الطحالب البحرية الاستخدام الامثل ليها، لانها دخلت في العديد من المجالات زي مجالات كمان التجميل، صناعة الأدوية. فهي مصدر غني جدا وكنز خفي للعديد من المركبات الفعالة اللي هو ممكن نحنا نقدر نستخدمها في شتى مجالات الصناعية. كمان عندي الطحالب البحرية هي مصدر غني بالفوسفوليبيد والجلايكوليبيد والسلفوليبيد والفوسفوليبيد. المركبات دي مركبات مضادة عالية جدا للأورام، وخاصة أورام السرطانية والكبد. دي من ضمن التجارب اللي احنا قمنا بإجراءها في المركز القومي للبحوث، وكانت ليها فعالية عالية جدا مضادة للأورام السرطانية والميكروبية.